اذا استاذي بالنسبه لهاد الافعال هادو فهمتيني هي افعال وقعت في هولندا ياك الادانه تما تفور يعني العقوبه خاصها تنفذ في هولندا مادام بدر هاري فهمتيني كاين هنا في المغرب شوف تي في التنفيذ ديال العقوبه يعني غادي تحاول هولندا تنفذها هي العقوبه استاذي لنزل في هولندا ممكن تنفذ عليه كاين واحد المبدا ديال كنسميو حنا في القانون الفرنسي بلا تيريتورياليتي دو لا لوا يعني القانون الهولندي يسري في هولندا سواء فيما يتعلق يعني ب يعني سواء بالمتابعه ولا بالعقوبه ولا كيف العقوبه ولكن بدر هذه ما يمكنش نستدعي عليها العقوبه ديال هولندا في المغرب لاعتبارات لهذه الاعتبارات لهذه المبادئ الاساسيه في القانون الدولي شوف تي في من جهه وبالاخص القانون الجنائي الدولي وخاصه ما كاينش تعاون قضائي ولا ما كاينش معاهده تعاون قضائي ثنائيه ما بين المغرب وهولندا تظهر هذه المبادئ في المغرب حتى حاجه ما غتنفذ عليه وما عنده ما يخاف في المغرب كل كانت استاذ هاد بحال مع فرنسا هاد الاتفاقيه ممكن استاذ في اطار هاد الاتفاقيه يطالبوا مثلي بالتسليم ديالو ولا بالاكستراديسيون ديالو يعني مثلي باش يحولوه لهولندا لتنفيذ العقوبه ولكن مادام كاين الغياب ديال هذا السي بدر هاري في المغرب مثلي ما عنده ما يخشى وما عنده حتى شي حاجه مع المحاكم المغربيه وما عنده يعني ما عنده حتى مشكل ولكن الا مشى حتى نزل مثلي في هولندا او في دوله اخرى لان هولندا مثلي هولندا غادي تكون عندها اتفاقيات مع الدول ديال الاتحاد الاوروبي الا مشى مثلا لفرنسا ولا شي حاجه ممكن ياخذوه ويسلموه ولكن ما دام في المغرب وفي دول اللي ما عندهاش علاقه وما عندهاش يعني ما عندهاش اتفاقيات ولا معاهده شراكه مثلي فيما يتعلق مثلي بتنفيذ الاحكام ولا فيما يتعلق يعني بالمسائل القضائيه بصفه عامه اذا ما عنده حتى مشكل لحد الساعه